ألوها، أهلا بكم على قناة سامر تايم. صباح الخير، أنا عندي الدنيا هنا الصبح ولسه صاحية، يا دوبك بس عملت الاكسرسايز بتاعي بتاع كل يوم الصبح، وبعدين دلوقتي بحضر الفطار. معلش وشي شكله مش نظيف عشان حاطة، لأن هستعمل موز، فاخدت قشر الموز. فاكرين الفيديو اللي أنا عملت الأخراني؟ خدت قشر الموز وبس حطيته على وشي كده، فعلى ما أحضر فطاري وأفطر وكده يكون هو زي ماسك. فعايزه اعرف اذا كان حد جربه ولا لا، او حصل معاكم ايه، فعرفوني. فانيوي انا دلوقتي بحضر حاجه هشربها، اتمنى بعد ما اعمل الاكسرسايز بتاعي لازم اخد حاجه فيها بروتين وتكون برضو فيها شويه كاربس عشان تديني طاقه، اعوض الطاقه اللي انا فقدتها. فانا بعمل حاجه الصبح حلوه جدا، بسيطه جدا ومكوناتها سهله قوي وبتبقى مفيده جدا، بتبقى مشبعه، تعتبر وجبه مشبعه لحد ما تروحي يعني تحضري بقى اكل او غدا او كده. والمكونات اللي فيها كلها مفيده جدا وصحيه، فحبيت بس اوري لكم انا بعملها ازاي. انا هنا اهوت جايبه الخلاط الصغنن بتاعي، حطيت فيه موزايه، موزه واحده وكانت يعني مستويه قوي فكانت طريه. حطيت هنا اهوت عندي معلقه عسل، والعسل حسب ما انت عايزه، يعني العسل محطوط عشان يديله زي يعني تحليه، فانت حسب انت عايزاه حلو قوي زودي عسل على قد ما تقدري، بس خلي بالك ان العسل سكريات فهيبقى فيه شويه كالوريز عاليه. فانا حطيت معلقه واحده بس، حطيت كمان حوالي تقريبا معلقه صغيره من السينمون او القرفه، انا بحب القرفه جدا، والقرفه مفيده على فكره للذاكره وللبشره، ف حطي قرفه وكمان طعمها بتبقى حلو. حطيت معلقتين كبار من الزبادي اللي هو نون فات ما فيهوش اي دهون، والزبادي من الحاجات الكويسه جدا جدا جدا، بالذات بعد ما تعملي اكسرسايز، بالذات لو ما فيهوش دهون كتير، لانه في كميه بروتين عاليه، وده اللي بتبقى العضلات محتاجاه بعد ما بتخلصي الاكسرسايز بتاعك، محتاجه بروتين عشان يبني العضلات ويعوض التعب اللي انت عملتيه. فمعلقتين من الزبادي، وخلي بالك ما تجيبيش زبادي من اللي هو فيه فواكه او فليفرز، هو زبادي عادي خالص. وخلي بالك ولاحظي كميه البروتين اللي فيه لازم تكون عاليه والفاس تكون قليله. كمان حطيت 1 سكوب من البروتين باودر، ودي بروتين باودر انت بتجيبيها انواعها كتيره جدا في السوق. انا بالنسبه لي بفضل اللي هي بتكون من النباتات، بروتين مستخلص من النباتات، وكمان بيكون raw يعني مش مطبوخ او مش processed، مش معمل له يعني عمليه تصفيه، او يعني مش هو بيبقى اسمه raw protein، بيبقى مستخلص من النباتات. في بروتين بيبقى مستخلص من الالبان زي اللبن وكده والجبن، وفي بروتين بيبقى مستخلص من الصوي، انا ما بحبش الصوي ما اقدرش اكل صوي. والبروتين من النباتات بيبقى البروتين من الالبان ممكن يكون فيه شويه فاتس عاليه، فاحسن حاجه، وده هتلاقوه حتى كمان اغلى حاجه في السوق، اللي هو البروتين الرو اللي بيبقى مستخلص من النباتات. بس فجربي اكتر من نوع، حاولي ما تجيبيش اللي هي الكونتينر اللي بتبقى كبيره قوي، غير لما تبقي عارفه ان المنتج ده هو اللي انت بتستريحي عليه. هاتي حاجات تبقى باكت صغيره الاول وجربيها، لان في انواع بروتين ممكن تسبب لك غازات، في بروتين ممكن يكون يتعب المعده لو انت لاكتوز انتولرنت، ما بتحبيش مثلا منتجات الالبان. في الناس اللي هم الفيجن ما بياكلوش لحوم، فبالنسبه لهم الحاجات اللي هي مستخلصه من النباتات احسن. فجربي اكتر من نوع، بيجي هو في باكيتات صغيره، جربي منها واللي تستريحي عليه ابدأي خدي منه بقى يعني كميه كبيره. وطبعا البروتين مهم جدا زي ما قلت عشان يعوض التعب بتاع العضلات، بيبني عضلات. غير كمان البروتين بياخد وقت ومجهود من الجسم علشان يتهضم، فده بيساعد في حرق الدهون. الجسم بيعمل مجهود جامد علشان يكسر البروتين دون في الجسم، فعلشان كده بيخلي الجسم يعني يشتغل ويحرق دهون اكتر. فالبروتين حاجه مهمه جدا، سواء بتعملي اكسرسايز او لا، فحاولي تدخلي دوت في الروتين بتاعك بالذات الصبح. اخر حاجه هنا اهوت هحط كمان معلقه او معلقتين تقريبا، حطيت معلقتين من الكوكونات اويل او زيت جوز الهند. دي حاجه انا ما كنتش بحطها، يعني ما كنتش متخيله عمري احط الزيت مع السموسي بتاعي،
بس جربتها من يومين، واولا بيدي طعم حلو جدا، بالذات طبعا كوكونات اويل بيبقى طعم الجوز الهند حلو جدا لو انت بتحب الجوز الهند. ثانيا بيساعد على الهضم، لاحظت ان انا الهضم بتاعي بقى استريح اكتر لما بدأت احط معلقتين من الكوكونات اويل او زيت جوز الهند مع السموزي بتاعي الصبح. فجربي حاجة زي ديت ممكن تفرق معاكي، لو مش بتحبيها هي اختيارية يعني ما فيهاش اي حاجة. بس هخلط كل الحاجات اللي انا حطيتها دي مع بعضها، وحسب بقى انا بحبه يعني السمك بتاعه يكون معقول مش تقيل قوي وبرده مش خفيف قوي، لان ده يعتبر زي الفطار بتاعي، فعايزاه تبقى وجبة يعني سميكة شوية تحس انها تقعد في معدتي شوية لحد ما اكل حاجة بعد كده. بس انت لو حباها تكون خفيفة زي العصير ممكن تزودي لبن عادي، ممكن تزودي لبن صوي لو انت مش حابة دهون كتير، ممكن تزودي لبن من اللوز لو انت مش حابة برضو دهون كتير وما تقدريش تاكلي صوي زيي. ممكن كمان تحطي سوري تحطي مية بس، ممكن تحطي مية جوز هند، ممكن تحطي مية صبار، يعني في حاجات كتيرة في السوق، انت شوفي اللي يريحك ايه واستعمليه. انا بالنسبة لي لو حبيت اخففه بخففه بشوية مية، او لو عندي زيت لوز بزود شوية. بس غير كده وجبة حلوة جدا جدا جدا، جربوها، هتعملوها للاطفال الصغيرين كده في كمية صغيرة، هتعجبهم. بس وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وعايزة اسمع رأيكم برضو لو انتوا جربتوا قشر الموز، وصفة قشر الموز والعصير والحاجات اللي انا عملتها في الفيديو الاخراني، اللي انا هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده لو انتم مكنتوش شفتوه. لو انتم اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.